الحملة دي كلنا مشاركين فيها معنويا، وأي واحد يطلب منه إنه يمد إيده نبقى كلنا فاهمين إيه تداعيات التأخير في اكتشاف المرض. اللي هو عمل أشعة الماموجرام، هو الجهاز الموجود حاليا مركز الأهرام المنيا، هو أحدث جهاز موجود في الصعيد. عايزين نقول إن الجهاز ده بيكشف 90% من الحالات. عايزين نقول برضو ان اللي كشف هذا الجهاز هو افضل طريقه لاكتشاف سرطان الثدي مبكرا، يعني احنا بالجهاز ده ممكن